اليوم العالمي لحقوق الانسان الحقيقه اشادت في يعني كان بالامس واشادت 97 دوله بجهود الدوله المصريه في الملف الحقوقي خلال الفتره الماضيه. اعتمد المجلس الدولي لحقوق الانسان التقرير المصري واشادت الدول الاعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبيه توصيات اليه المراجعه الدوريه الشامله وتعاونها مع مجموعه العمل الخاصه بالمراجعه والتوصيات المصريه، ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدوليه. بينضم الينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي بجريده اليوم السابع الاستاذ كامل كامل. اهلا بك استاذ كامل، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا دكتور خالد. صباح النور يا استاذه فاتن، وتحياتي للجميع الساده المشاهدين سواء داخل مصر او خارج مصر. استاذ كامل، بدايه بتنظر ازاي لهذه الاشاده من المنظمات الامميه لترتيب مصر في مجال حقوق الانسان؟ هو بس مبدئيا انا عايز اكمل كلامي على الكلام اللي قالته الاعلاميه المتميزه الاستاذه فاتن عبد المعبود لما قالت ان ملف حقوق الانسان ده من ملفات الشائكه. هو فعلا الملف دوت يعني اي حد بيحاول يشوه مصر او اي حد يحاول يختلق اكاذيب عن الدوله المصريه بيلجا للملف ده. الملف ده يعني من الملفات اللي احنا ممكن نقول عليها ايه شائكه. ثانيا في ناس بتختزل ملف حقوق الانسان ده في حاجه او حاجتين، زي سواء في التعبير عن الراي او في فكره الاستحقاق الانتخابيه. احنا كمصر عندنا يعني اهتمام جدا بملف حقوق الانسان، ومش بنختزل ملف حقوق الانسان ده في فكره التعبير عن الراي او فكره الاستحقاق الانتخابيه، رغم ان دول مطلوبين واحنا يعني في شغل في الملفين دول جنبي. لكن انت عندك بقى ملف في الحق في الحياة، الحق في التعليم، الحق في تمكين المرأة، الحق في يعني في حقوق الناس مش بتبص لها خالص يعني. خليني بقى ارجع للخبر اللي احنا لاحظناه. انا عايزه برضو اكد على نقطه الحقيقه استاذ كامل، يعني احنا كلنا على فكره بنشوفها في دول العالم حتى في تعامل الشرطه. يعني احنا لما بييجوا يتكلموا مثلا في يقول لك تعامل وزاره الداخليه، لكن خليني اقول ان احنا بره ما احنا بنشوف مشاهد كثيره لما بيبقى في القاء قبض على حد وتلاقيه يروح مكتفه وموقعه على الارض. يعني لو المشهد ده حصل عندنا في مصر يعني هيذاع كان احنا ومع انه بيحصل في دول العالم اللي بتنادي بالحريه التعبير والديمقراطيه. يعني هذه المشاهد احنا بنشوفها وعلى الهواء مباشره. احنا بنلاقي حضرتك بتقولي ده في اعرق الدول في الديمقراطيات، يعني زي امريكا انت شفت لما الشرطي داس على دماغ الشاب اللي اسمه الشاب. الموضوع ان احنا زي ما احنا اكدنا وقلنا ان اي حد بيحاول يشوهنا بيجي في الحته دي ويتكلم فيها، رغم ان هو لو بص بصوره كبيره جدا هيلاقي في تحسن جدا في ملف حقوق الانسان. انا كنت عامل حوار مع سعد الدين ابراهيم، والناس كلها عارفه مين هو سعد الدين ابراهيم. الراجل ده انتقد منظمات بعينها على فكره ان هي بتنتقد الدوله المصريه، وقالوا ان هم مش شايفين تحسن الملف الحقوقي في مصر. الملف ده بيتحسن والاداره عندنا في مصر يعني بتدي الملف ده اهتمام كبير جدا. احنا يعني على مستوى الاشخاص احنا شايفينه. يعني خدي بالك يا فندم، يعني شوف احنا عندنا كم وزيره، شوف احنا عندنا كم برلمانيه في مجلس النواب، شوفي الاهتمام بالمعاقين، ما دي كلها من حقوق الانسان. هم بقى القضيه اللي بيحاول يشوهنا بيشوهنا وفقا لمعاييره هو، وفقا لامجادياته هو، وفقا للعبته هو، لان هو جاي بقرار مسبق التشويه، لكن هو مش عايز يعرف الحقيقه. فده طالما هو مش عايز يعرف الحقيقه خلاص نتركه لحاله. دوت احنا عندنا مجموعه من الدول الحقيقه اشادت بجهود مصر، عندنا مندوب باكستان، مندوب الفلبين، صربيا، سنغافوره، مجموعه كبيره من الدول 97 دوله اشادت بجهود الدوله المصريه اللي تمت في الملف الحقوقي في خلال الفتره الماضيه. تعليق حضرتك يا فندم. دوت كان دي الدول اللي حضرتك ذكرتيها دي مجموعه من دول الاعضاء بالامم المتحده، واشادت بمصر لان مصر يعني خدت التوصيات وعملت بيها. يعني انا عايز اذكر بس اللي قالته روسيا. روسيا اشادت بتعزيز حقوق الانسان والتقدم الملحوظ منذ 2014، يعني منذ صدر فتح السيسي على الحق. وقالت بقى، بص بقى الكلام المحترم، قالت ان هي بتشيد بالدوله المصريه
في مواجهه الفقر المدقع والتنميه المستدامه وتوفير الرعايه الصحيه. الكلام ده مش روسيا بس اللي قالته، السعوديه كمان قالته، صربيا قالته، فلسطين قالته، السودان قالته، تايلاند قالته، سوريا قالته، تونس قالته. يعني في زي ما ذكرت حضرتك الرقم 97 دوله. استاذ كامل، يعني اخر سؤال وارجو الاجابه باختصار شديد، يعني المنظمات المعنيه بحقوق الانسان سواء المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف او سواء كانت منظمات امميه تابعه للامم المتحده او منظمات حره، لوحظ انها بتستقي معلوماتها عن حقوق الانسان في مصر من معلومات صحفيه، وسائل اعلام خارجيه. هل دي اليه منضبطه لاستقاء المعلومات؟ مش مفترض انهم عندهم اليات اخرى اكثر توثيقا؟ طب سيبني اذكر لك بس ان في بعض الجامعات ممكن نصفها جامعات الشر، الجامعات دي ليها حوالي مثلا قرابه ال 30 او 40 منظمه حقوقيه. المنظمات دي بتستقي زي ما حضرتك قلت معلوماتها من بيانات صادره عن برضك اهل الشر وبتصدرها للمشهد. ثم يعني الدايره ماشيه ازاي؟ الجامعات دي تصدر بيانات، المنظمات تستقي معلوماتها من هذه البيانات وتبدا تعتمد عليها او تبدا تتعامل معاها ان هي دي واقع حقيقي، ومن ثم تبدا تصدر تقارير حقوقيه تقول في كلام. يعني احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم في فرنسا قال لهم انتوا جايبين الارقام دي منين؟ انتوا جايبين الارقام دي منين؟ في مؤسسات عندنا في الدوله المصريه بتصدر بشكل رسمي بيانات رسميه بتقول بشكل منقوص كل حاجه. فهي زي ما حضرتك قلت ان هم لما بيستقوا معلوماتهم من 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 مكان واحد او من جهه واحده او من تنظيم واحد او من جماعه واحده، بالتالي كل التقرير بتاعهم نقدر نقول من جاء على باطل فهو باطل. يعني صحيح التقرير قائم على 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 معلومات غير صحيحه، غير موثقه، معلومات مغشوشه. شكرا لك استاذ كامل، شكرا جزيلا استاذ كامل كامل الكاتب الصحفي بجريده اليوم السابع.